بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الحاجزون نحن الذين تعودنا على موضوع إحجز مقعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من أعماق قلبي أن كل واحد فينا الآن راح يفكر من صميم القلب باش كيفاش حياته من الآن فصاعدا كن تفكير في هذاك المقعد اللي راح يلقى عند الله تبارك وتعالى في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي يحفظ القرآن الكريم والذي يقرأ القرآن الكريم اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله المقعد تاعك المكان تاعك راح يكون عند آخر آية تقرأها من كتاب الله تبارك وتعالى وبالتالي المنازل في الجنة هي على قدر عدد آيات القرآن الكريم. أنت شوف وين راك يكون المقعد تاعك. لأن قبل هذا لازم تعرف بأن الحجز مراتب. الحجز مراتب. كما قلت لكم الدنيا الآخرة منازل فبالتالي الحجز سيكون مراتب. لأن هنا إلا أن هناك مرتبة إلا أن هناك مرتبتين اثنتين لهما المرتبتان العامتان في الحجز يعني عندنا دو نيفو تو ليفلز في الحجز خليو شويه نحاولوا نجيو للحياه الدنيا في الدنيا هذه لما الانسان مثلا يكون حب ياخذ اجازه ورايح في رحله رايح ياخذ عطله في الصيف او في الربيع او في الشتاء لما جيت تجي جي تحجز المكان تاعك سواء في فندق ولا في منتجع ولا في مكان يقولوا لك شنو هو المستوى اللي يحب تكون فيه كاين بعض الناس يحب يكون يكونوا مستوى مثلا في اي بي يعني مستوى عالي هذا عنده سعر وهذا عنده تذكره هذا عنده مكان قال انا حب نحجز اقتصادي حتى في الطائره في الطائره تروح تحجز يقول مثلا تروح تحجز في الطائره يقول لك اقتصادي ولا مثلا أه بريمير كلاس مرتبه اولى فالتذكره تاعك تبين انت وين راك راح تجلس تبين انت وين راح يكون المكان تاعك في الطائره تبين وين راح يكون المكان تاعك في الفندق تبين وين راح يكون المكان تاعك في المنتجع تبين وين راح يكون المكان تاعك في العرض اذا كان مثلا ان سبيكتاكل تبين وين راك راح تقعد في العرض كل هذا اللي بينوا شنو هو؟ هو التذكره تاعك انت شحال خلصت بالنسبة للجنة نعود نرجع الآن ونرتفع بأذهاننا إلى الجنة نعود في الجنة هناك منازل كثيرة إلا أن التذاكر العامة اللي هنا يحجزها الإنسان هي زوج بصفة عام التذكرة الأولى لتوفر لك المقعد الأول الفوق يعني في ممكن جدا في الفردوس في المراتب العليا هي تذكرة أن تكون يوم القيامة ممن يدخلون الجنة بغير حساب النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بلا حساب ومع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي نشرح يقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي ربي يعطاني وعد باش يدخل من الامه تاعي سبعين الف واحد بلا حساب ما يتحاسبوش وزاد الله تعالى من الفضل تاعو يقول له مع كل الف سبعون الف بمعناها شحال كاين من الف كاين سبعين الف مع كل الف يعني سبعين في سبعين الف هاك ذاك والله تعالى الرحمن الرحيم قال وثلاث حثيات من حثيات يا ربي الحثيات هي أن يأخذ الله بيده بيمينه وكلتا يديه يمين أن يأخذ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا أحد يستطيع أن يعرف كم سيكون عدد الذين سيدخلون الجنة بغير حساب يقوم واحد الصحابة واحد من الصحابة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو عكاشة يقول له يا رسول الله اطلب لي ربي باش نكون انا من هذا الناس اللي يدخلوا الجنه بلا حساب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى لعكاشه قال له يا ربي اجعل عكاشه من الناس اللي يدخلوا الجنه بلا حساب ينوض صاحبي واحد اخر قال له يا رسول الله انا تاني حب نكون من اهل الجنه بلا حساب قال له سبقك بها عكاشه خلاص انا دعيت لعكاشه رضي الله تعالى عنه دوك الان اللي حب يدخل الجنه بلا حساب خصو يعمل عليها الصفات اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما سألوه شكون هادوا يا رسول الله قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وهؤلاء كذلك على ربهم يتوكلون سبحانه وتعالى هذا الصنف الأول الصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة الحاجزون يعني الصنف الثاني من الحاجزين الذين يدخلون الجنة بحساب يسير بحساب يسير النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائشة يقول لها نسأل الله تعالى أن يجعل حسابنا يسيرا له أن أن يدخلنا الجنة بلا حساب يعني فقالت عائشة رضي الله قالت يا الله تعالى يقول فأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك ليس بالحساب وإنما هو العرض يعني يا ربي يعرض الصحيفة تاعك عليه ويدخلك الجنة أخي الكريم أختي الكريمة تذاكروا الحجز للجنه او في مقعد الجنه اثنان يا اما بلا حساب او بحساب يسير وبالتالي اسعى الى ان تكون من الحاجزين احجز مقعدك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته